هي أزمة ونحن في زجاجة محكمة الغلق وهناك تدافع بالأكتاف للخروج منها، نتائج انتخابات مختلفة عليها من جهة، وأزمة استهداف غير مسبوقة لرئيس الوزراء من جهة أخرى، وبين الأزمتين أكثر من خيط اتصال وأقل منها فرص التوفيق والتوافق بين فرقاء الصناديق وشركاء العملية السياسية. خارجيا، يزداد الضغط الدولي لمحاسبة مرتكبي عملية الاستهداف كما أعلنت واشنطن بلسان بايدن أولا ثم عن طريق جون كيربي الناطق بلسان البنتاغون ثانيا. بالنسبة للرئيس الأمريكي فإنه سبق الجميع بالقول بوجوب محاسبة مرتكبي الهجوم الإرهابي، وأصدر تعليمات إلى فريق الأمن القومي الخاص لتقديم كل المساعدة المناسبة لقوات الأمن العراقية. أما جون كيربي فقال أن القوات الأمريكية تملك الحق بالدفاع عن نفسها والمساعدة بالدفاع عن الشركاء العراقيين. مجلس الأمن بدوره كرر وجوب محاسبة المتورطين ورعاتهم، ولمح على تدويل القضية من خلال دعوة دول العالم للتعاون مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة بهذا الخصوص وفقا لالتزاماتها بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. هذا ما يتعلق بالضغط الخارجي. أما داخليا فالتحقيقات جارية، وهو ما أكده رئيس الوزراء وكرره مستشاره السياسي اليوم، في حين أعلن المجتمعون ضمن خيمة الإطار التنسيقي بحضور الرئاسات رفض جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء وإكمال التحقيق بها، ورفض فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيفيات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء. ويتعاضد ذلك مع عدد آخر من المواقف أهمها إدانة استهداف المتظاهرين وخفض التوتر والتصعيد الإعلامي بين الفرقاء، فضلا عن البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، بحيث تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة. نعم، الأزمة عميقة وتحتاج هدوءا لحلها وبراعة للخروج من عنق الزجاجة، وإلا سينكسر كل شيء بما في ذلك عجلة العربة التي تقلنا إلى حيث لا ندري.